مشاهدينا، في كوريا الجنوبية تتمتع النساء ببشرة نضرة وساطعة، يرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى الطبيعة والأكل الصحي الذي يتناوله شعب هذا البلد. طبعا لوجان أيضا غير أن هذا لم يمنع الكوريات الجنوبيات من الاهتمام ببشرتهن بشكل مستمر. الزميلة فدوى الزيدي وخلال زيارتها إلى كوريا الجنوبية قامت بتجربة بعض العلاجات، طبعا هي بتجرب علينا وتكشف على حالها وتكشف لنا في التقرير التالي سر جمال بشرة النساء هناك، وأنا ودي أعرف فعلا سر جمال بشرة النساء هناك. تعرف عليه سوا. صباح الخير. أكثر ما لاحظته بكوريا الجنوبية إن الكوريين بيتمتعوا ببشرة جميلة ونضرة، وعندهم نضرة كتير ساطعة. حبيت أعرف شو سر هذا الجمال وهذه البشرة اللي بتبين دايما شابة. اليوم أنا بأحدى عيادات التجميل بكوريا الجنوبية، حابة أعرف شو الأسرار وشو النصائح اللي ممكن ناخدها من أطباء التجميل في سيول. تعالوا نشوف. ليس هناك سر في جمال البشرة هنا. طبعا المعطيات الطبيعية وطريقة الأكل الصحي مهمة جدا، لأن كل ما يدخل في جسمنا يظهر على وجوهنا مباشرة. طبعا هناك بعض العلاجات تحقن في الوجه تغذي البشرة وتعطيها نضارة، غير أننا نحرص على أن تكون كل العلاجات الطبيعية، فهذا مهم جدا. أفضل العناية المستمرة وهذا ما تفعله أغلب الكوريات. هناك خطوات تواظب عليها مثل الترطيب اليومي والماسكات المتكررة، استخدام المواد الطبيعية، حتى منتجات المكياج أمر ضروري تحرص عليها الكوريات. بعد الدكتور وان جيت عند دكتورة كيم، دكتورة جلدية، راح توصف لي شو العلاج لازم أطبقه على بشرتي. هلا، وصلت لمرحلة العلاج اللي نصحتني به الدكتورة كيم. طبعا رح أطبق العلاج ورح أخبركم عن النتيجة بعدين. كيم وصفت لي علاج بيغذي البشرة وبيساعد على أنها تكون أكثر نضارة، لكن أنا اكتشفت سر جمال بشرة الكوريات. هن بيقضوا وقت أكثر في الاهتمام ببشرتهم. أول شيء بيزور دكتور الجلد باستمرار، ثانيا بيهتموا ببشرتهم يوميا مرتين في اليوم، عندهم مراحل لتنظيف البشرة ولعلاجها وللاهتمام فيها. عندهم 4 مراحل، بعد غسل الوجه بيعملوا التونر، بعدها المرطب الوجه، وبعدين الكريم وكريم العينين، بالإضافة إلى أنهم بيستخدموا ماسكات تقريبا يوميا، ماسكات كلها مستخلصة من الأعشاب. وأيضا مواد التجميل اللي بيستخدموها لازم تكون طبيعية 100% وتكون دائما مستخلصة من الأعشاب. يمكن يكون هذا السر مفيد لنا وممكن نحاول نجربه احنا كمان.